الأسرة هو الناموس الطبيعي الذي أسسه الله تبارك اسمه منذ بدء الخليقة، فيذكر الكتاب ويقول: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. بعد أن خلق الله آدم قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. لحد هنا الكلام ماشي. فسد الإنسان في الأرض، وهلك العالم بالطوفان، ولم يبطل الله سبحانه وتعالى هذا الناموس، بل ثبته حين بارك نوح وبنيه وقال: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. هذا هو الأساس في الأسرة. وما جاء في عرس قانا الجليل بحضور السيد المسيح ومباركته لتكوين الأسرة الأساسي، وحضوره هذا السر الذي تحدث فيه ارتباط بين الرجل والمرأة في رباط مقدس واتحاد كامل من أجل تكوين أسرة صالحة. هذا أيضا ما نجده في الإسلام، وأنا هستعير بآية واحدة بس عشان ما أخرجش على النص كتير: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني في ذكر وفي أنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الوقت الذي تدعم فيه القيادة المصرية الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الوقت الذي تدعم فيه الدولة المجتمع والأسرة في ظل الجمهورية الجديدة، وفي إطار ما تقوم به طبعا القيادات الدينية في مصر من دعم للأسرة والمجتمع، تأتي فعاليات هذا اللقاء وفعاليات هذا الحوار النقاشي. طبعا الأسرة والمجتمع والقيم العليا والمثل العليا في هذا، وذلك دعما لطبعا الترابط بين الأسرة المصرية، ودعما للترابط بين المصريين جميعا، وخاصة في إطار الوحدة الوطنية، وفي إطار ما يقوم به بيت العائلة المصرية من الحفاظ على النسيج الوطني، وفي إطار ما يقوم به بيت العائلة المصرية من التعايش وأوجه السبل التي تدعم هذا الأمر. وفي هذه الحالة الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، فالعناية بكل أفراد الأسرة إنما هو عناية بالمجتمع، نحو الترابط، نحو القوة، نحو الرقي، نحو الإظهار. البرنامج ده بيجي في سلسلة لقاءات بيرتبها بيت العيلة، لجنة الثقافة الأسرية، بالتعاون مع ويل سبرينج وأنا المصري. والبرنامج مهتم بالأسرة وقيم المجتمع المصري أو المجتمع والأسرة، لأنه بنركز على أهمية التنشئة من أجل أجيال صالحة لمجتمعنا تقدر نية تبقى فعالة في المجتمع ومثمرة. وفي نفس الوقت احنا بنقول للأسرة إن ليك دور إيجابي ودور مهم جدا في تنشئة أبنائك. قادة الكنيسة وقادة المجتمع الإسلامي، فهم دول اللي بيأثروا في المجتمع. عشان كده أنا سألتهم كم واحد موجود في القاعة، هو مش 120 ولا 130 شخص، ده كل حد فيهم عنده آلاف مسؤول عنها، عنده آلاف مسؤول إن هو يفهمهم دور الأب، دور العيلة. فعشان كده فكرنا في المؤتمر ده، عشان كده مبسوطين جدا جدا إن احنا بقى جزء من تغيير الأسرة
عشان المجتمع يبقى أفضل. المجتمع مش هيبقى أفضل باللي نفسنا كلنا نشوفه إلا لو الأسرة اتغيرت، وإلا لو كل أب قام بدوره وكل أم أدت دورها. الرؤية الكبيرة بتاعة إزاي الأسرة بتتكون جوه المجتمع، وهي كأنها نسخة صغيرة من المجتمع، وجواها بيطلع منها كل الفاليوز أو القيم الكبيرة اللي بتوجه الناس في المجتمع، من عادات وتقاليد وقيم بتوجه المجتمع ناحية إن هو يبقى مجتمع يا إما إفيشنت يا إما مجتمع أو مؤثر، مجتمع مؤثر يا إما مجتمع مخرب. إزاي الأسرة وتكوينها والأدوار المختلفة بتاعت الأب والأم اللي بياخدوها جوه الأسرة، وإزاي العلاقة ما بينهم بتولد الأفكار جوه الأطفال، والأطفال دول بيكبروا ويبقوا ناس مؤثرين في المجتمع. فكأنه العيلة هي النسخة المصغرة من المجتمع اللي من خلالها بيتولد كل القيم وكل الأفكار وكل العادات والتقاليد. مشاهدينا، بنعتذر عن فترة الانقطاع الخاصة بس قناة ميسات، ولسبب تقني خارج عن إرادة القناة تماما. والآن أيضا نعتذر عن الفقرة الحوارية لسبب انقطاع أو استمرار انقطاع الإنترنت والتليفونات. طبعا ده حاجة خارجة عن إرادة القناة. بنعتذر أيضا أستاذنا الدكتور عباس شرقي، أستاذ الجيولوجيا والمياه بجامعة القاهرة. إن شاء الله هيكون لنا لقاءات أخرى عن موضوع أزمة سد النهضة الإثيوبي. والآن تصبحوا على خير، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة.